يقول: ما الحكم عندما يقول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة؟ يقول المصلي: أقامها الله وأدامها. الصحيح أنه يقول قد قامت الصلاة مثل ما يقول المؤذن، لأن أقامها الله وأدامها لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ومن ذلك إذا قال قد قامت الصلاة فإنك تقول قد قامت الصلاة، هذا هو الصحيح. نعم.